بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس أعلن البنك المركزي السعودي أن اتخذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، طبعا بحسب كلامه أنها مؤقتة، فهو بيدرسها وبعدين بيشوف طريقة زيادة الأمان لعملاء البنوك، وممكن أنه يعني يلغي عدد من هذه الإجراءات الاحترازية، لأنه احنا عندنا في السعودية نفتخر بأنه عندنا أنظمة إلكترونية تنافس اللي موجود في الدول الغربية أو الدول حتى المتقدمة. فباتخاذهم لهذه الإجراءات الاحترازية هم رجعوا خطوات إلى الوراء، لكن أتمنى أنها تكون مؤقتة. ففي هذا الفيديو راح أتكلم عن هذه الإجراءات الاحترازية، راح أتكلم عن أهم 5 أشياء أنت لازم تعملها لحماية أموالك وبطاقاتك البنكية. فقبل ندخل في التفاصيل أتمنى أنكم تعطوا لايك لهذا الفيديو، أتمنى أنكم تشاركون هذا الفيديو مع الناس اللي مهتمين. فبالأمس أعلن البنك المركزي السعودي أنه أوقف فتح الحسابات المصرفية أونلاين، بمعنى أنه الآن لما تبي تفتح حساب مصرفي لازم تروح للبنك. الحاجة الثانية أنه حد التحويل اليومي أصبح بحد أعلى 60,000. في السابق كان على حسب نوع حسابك، مثلا حسابات التميز في بنك الراجحي كانت إلى حد 200,000 أو أكثر، الآن فقط 60,000. طبعا أنا ما أدري ليش اختاروا رقم 60,000، يعني ليش ما هو 50,000، ليش ما هو 100,000، لكن أتوقع أنه بناء على دراسة عندهم أنه أغلب الناس ما يحتاجون أكثر من 60,000 ريال في اليوم. وأيضا حوالات نظام سريع اللي هي الحوالات الفورية اللي تكون أقل من 2500 ريال وبدون حاجة إلى رقم الآيبان راح تكون أو تكون في حسابك، ما راح تنتقل إلى حساب المستفيد إلا بعد ساعتين، بحيث أنهم يعطونك وقت أنك أنت تعترض لو كانت العملية تمت بدون علمك. والحوالات الدولية راح تبقى في المصرف لمدة 24 ساعة وهذا راح يعطيك وقت أنك تعترض لو العملية تمت بدون علمك. وأخيرا قريت أيضا أن المقيمين عشان أنهم يفعلون مستفيد لازم يروحون للبنك، ما راح يقدرون يفعلون عن طريق القنوات الإلكترونية اللي كانت متوفرة في السابق. ففي هذا الفيديو راح أتكلم عن 5 أشياء أنت لازم تجي تعملها عشان أنك أنت تحمي أموالك وبطاقاتك البنكية. أول حاجة، لا تشارك الأرقام السرية ولا تشارك رموز التحقق مع أي شخص. طبعا هذا الكلام دائما نسمعه، لكن للأسف في ناس حتى الآن ما يطبقونه ويشاركون رموز التحقق اللي توصلهم برسائل مع ناس حتى ما يعرفونهم. ومن ضمن الأشياء اللي راح يضيفونها أنه الآن راح رمز التحقق لما يوصلك راح يكون موضح سببه. فعلى سبيل المثال لو أنت داخل حسابك البنكي راح يقول لك رمز التحقق هذا للدخول إلى حسابك البنكي، لو عشان تفعيل مستفيد راح يقول لك لتفعيل مستفيد، لو لتفعيل بطاقة راح يقول لك لتفعيل بطاقة، وبالتالي راح تعرف أنت رمز التحقق اللي جاك هذا لأي خدمة أنت ترغب بالقيام فيها. الحاجة الثانية أنه دائما أعمل لك حساب فرعي في البنك اللي أنت مودع أموالك فيه. فأنا عندي حسابين، في عندي حساب رئيسي، حساب الرئيسي هذا هو اللي ينزل عليه راتبي، هو اللي يدخل فيه فلوسي، حتى لو كنت مثلا ناوي أشتري سيارة أو أشتري بيت أحطها في الحساب هذا. هذا الحساب ما أحول منه لأي أحد، ما طلعت عليه بطاقة مدى، فمجرد أن مثلا ينزل الراتب أجي أحوله للحساب الفرعي، وهذا الحساب الفرعي هو اللي عليه بطاقة مدى وهو اللي أحول منه للأشخاص اللي أرغب بالتعامل معهم. فحسابك الرئيسي نصيحة لا تطلع عليه بطاقة مدى ولا تستخدمه في تعاملاتك، اعمل لك حساب فرعي تقدر تعمله بكل سهولة عن طريق التطبيق وبالتالي تستخدمه في الحوالات وفي أنك أنت تطلع عليه بطاقة مدى. الحاجة الثانية أنه لا تستخدم بطاقة مدى في الشراء من الإنترنت، ولو كان عندك بطاقة مدى تقدر عن طريق التطبيق أنك أنت تلغي الدفع عبر الإنترنت بحيث أنه ما حد يقدر يستخدم البطاقة في مدفوعات الإنترنت. مع العلم أنه لو أنت مضيفها الأبل باي ودخلت على موقع تقدر أنك أنت تشتري ببطاقة مدى حتى لو أنت ملغي التفعيل عن طريق أبل باي، فهذه نقطة لازم أنكم تنتبهوا لها، لكن احتياطا ألغي الدفع عبر الإنترنت ولا تستخدم بطاقة مدى أو تحطها في أي موقع، لأنه اللي يسرق البطاقة راح يوصل إلى حسابك البنكي والبنك ما راح يوقف معك إذا كانت بطاقة مدى غير لما تكون بطاقة فيزا. الحاجة الثالثة أنه لا تجي تطلع بطاقة فيزا بحد ائتماني مرتفع، حاول أنك أنت تطلع بطاقة فيزا تصنيفها عالي أو بطاقة ماستر كارد تصنيفها عالي بحد ائتماني منخفض. أنا عندي فيزا إنفينيت الحسم الشهري بحد أعلى 5,000 ريال، وهي اللي استخدمها في شرائي من كل المواقع وأيضا في تعاملاتي اليومية. فنصيحة، طلع بطاقة فيزا حاول أنها تكون تصنيفها عالي ولكن حدها الائتماني منخفض. ليش تصنيفها عالي؟ على أساس أنك أنت تقدر تحصل على مكافآت أكثر ونقاط مكافأة أكثر وراح يكون العائد منها أفضل. وأخيرا دائما أنا إذا جيت استلم بطاقة سواء بطاقة فيزا أو بطاقة مدى من الخلف يكون في 3 أرقام،
الثلاث ارقام هذه انا مجرد ان استلم البطاقه بمفك صغير او بالمفتاح احاول اني امسح ثلاث ارقام اللي موجوده هذه، بحيث اني لو احتجت اني استخدم البطاقه او اعطيها مثلا لاي كاشير او اي محل ما يقدر انه يشوف البطاقه او الثلاث ارقام هذه اللي موجوده خلف البطاقه. فنصيحه دائما حاول انك انت تمسح الارقام هذه اللي خلف البطاقه. وايضا اتمنى من البنوك انهم يطلعون بطاقات ما يكون مكتوب عليها اي ارقام، معلومات البطاقه تكون في التطبيق اذا انت احتجتها. فالثلاث ارقام هذه انا امسحها، محتفظ فيها على جوالي برقم سري في الملاحظات، فبالتالي حتى لو احد اخذ البطاقه او سرقها على الاقل ما يقدر انه يعمل فيها عمليات، او انك راح تصعب انه يعمل فيها عمليات، لانه بعض الاحيان امازون حتى ممكن تضيف معلومات البطاقه ما يطلب منك ثلاث ارقام اللي خلف البطاقه. فنصيحه انك انت تمسحها. واخيرا اذا كانت بطاقتك الائتمانيه حدها عالي، نصيحه لا تستخدمها او تكتبها كتابه في المواقع الالكترونيه، ممكن تضيفها لابل باي، ابل باي امنه، مدى باي امنه، لكن لا تضيفها في المواقع. اللي صار، وهذه صارت مع ناس كثير وصارت معي انا شخصيا، انه مثلا بطاقه الفيزا اجي احطها مثلا في موقع مواقع الحجز مثل بوكينج واجودا وغيرها. اللي يعملونه انهم يشاركون معلومات البطاقه مع الفندق اللي انا ناوي اسكن فيه. فالان معلومات بطاقتك صارت منتشره عند اكثر من طرف، وبالتالي احتماليه سرقتها راح تكون اعلى. فنصيحه اذا كنت انت بتشتري من مواقع الحجز، فنصيحه استخدم بطاقه مسبقه الدفع بحيث انه يكون رصيدها صفر بعد اتمام العمليه. فهذه اهم النصائح اللي انت لازم تجي تتبعها لزياده امان اموالك اللي موجوده في البنوك ولحمايه البطاقات. اتمنى اكون ما طولت عليكم، اتمنى تشاركون الفيديو هذا مع زملائكم واهلكم. يعطيكم العافيه ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.